اللي فلا غاب واليوم رجع. الحمد لله يعني بعد تخيب 3 أسابيع يعني بعد ما غبت على الإصابة الحمد لله يعني ماتش اليوم رجعت بو ما لعبتش. المدرب ما حبش يعني ياخذ ريسك. أما أنا حاضر الحمد لله توا حضرت يعني بريسك حضرت 100%. توا سامحني نعيم شنو نقص عليك المنتقل هو اللي يحكي لك 100% ولا بدني؟ كل شيء الحمد لله يعني ذهنيا أنا حضرت يعني المدرب قال لي نحبك تكون حاضر في مخك أنك مش تلعب كان استحقيتك الحمد لله يعني ما استحقنيش الأولاد يعني عملوا اللي عليهم وأكثر مثالش نزيد ناخذ وقتي أنا وأهم حاجة إن شاء الله نكون حاضر يعني في ماتش الكاس يعني ضد نجم الساحلي في سوسة لأنك تعمل في شوية مسكول وأنت قاعد على البنك كو واحد ما يزموش يخسر يزمو ديما يترهن ديما يبروفيت أي وقت واحد باش يقعد في الفورمة إن شاء الله الناس تنجد عليك برشا نعيم اليوم شكور ليه قبل تروح قلنا لهم شكور لا لاباس لاباس يعني نحب خاصة لا يعني زعما من 3 بوان ولا لا لا أنا يعرفوني كلوبيس في الدم والجمهور الأفريقي يحبني وأنا نحب الجمهور الأفريقي برشا ونحب الأفريقي برشا حتى جمهور الكلوب يحبك الحمد لله ربي دوما المحبة ونوعدهم إنه إن شاء الله يعني حتى بعد الخسارة بتاع نجم الراتسي يعني يعني يكونوا متهنين الأفريقي حاضرة باش تحصل على الثنائي إن شاء الله السنة وإن شاء الله نكملوا هكا إن شاء الله يا خويا طمنتنا بارك الله فيك عايش ريت قربت له قلت له لاباس ولا شنو هي الحكاية؟ لاباس على خاطر أنا بزون دو لي كيفاش وين اللو؟ سي أن كرو بيلي للإيكيب أي باهي أي خبرة وقوة وسي لو غيري دو ليكيب تو نعيم كي تسمع كلام كيما هكا سي لو غيري والله شنو سي رضا أخي ايه مخلينا من عنده حاجات وتنقوا ديما نقولوا انت اللي صلحت الشوت المصري يا اخويا ربي معك معي شكرا بليزير يسمع حاجات هيك من عند يعطيكم الصحه دوت دي تونس ميرسي بيا عايش